توصيل الوجبات إلى منازل المحتاجين والمعوزين خلال شهر رمضان مبادرة لجأت إليها العديد من مطاعم الرحمة بولاية شلف في إطار استمرار النشاط التضامني خلال الشهر الفضيل. نحينا الإفطار على الطاولة واخذينا تدابير الإيصال والمحمولة على غير العادة. كاين ناس صح محتاجين كيما لي زونديكابي اللي ما يقدروش يديبلاصو، كيما البيريود اللي رانا فيها على جال نقص وسائل التنقل ماهيش كاينه نهائيا، تسمى كاين عائلات اللي مفروض علينا احنا لازم نوصلوا لهم وهما محصات على القوائم تاع الجمعية. المبادرة الخيرية يشرف عليها متطوعون منذ ساعات الصباح الأولى بعد تعقيم الأواني والالتزام بالتدابير الوقائية المطلوبة في مشهد يرسخ قيم التضامن والتكافل مع العائلات المعوسة. احنا مالغري سا كاين الكورونا فيروس بصح هكذاك ما خفنا ما والو، باسكو علاه رانا متطوعين لله في سبيل الله، وكاين بزاف الناس اللي كانوا خدامين وراهم دوكا اون شوماج وكل حاجه، يعني كما احنا ما نشحلين هذا المطعم كاين بزاف الناس اللي ما يلقاش ميم با باش يكسروا رمضان. سي بوغ سا احنا تطوعنا ورانا متطوعين لله في سبيل الله باش ما نخلوش خاوتنا بلا فطور. مبادرة خيرية لاقت استحسان الأسر المتضررة من تداعيات الحجر الصحي بعد ظهور فيروس كورونا بتحصلهم على وجبة إفطار في أحسن الظروف.